السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على بالماضي مخاطب لاعبين المنتخب الوطني الجزائري، نثق بكم ولا مجال للإعذار. يعني كاع الناس راهي حاسة بالمسؤولية تاعها، يعني كل أودي كاع الشعب الجزائري، كل لعابة، كل مسؤولين، كل مدرب، كل ستاف تكنيك، كل لعابة، كل اللي جاو، كل اللي ما جاوش، كاع راهم تحت المسؤولية. كل واحد على المسؤولية تاعه. هذه هي. على ضروك رايح عند اللعابة، رايح عند المدرب، احنا علينا بالدعاء، احنا علينا حاجة اللي نديروها، اللي نجمو نديروها، احنا ما غاديش نجو نلعبو معاكم نتيرو البولة ولا نتيرو، احنا علينا بالدعاء وصايك. وما احنا انا واحد من الناس، انا كمناصر نعاير نزعف منا بصح كي تولي البارتيه دمي دور منتخب وطني، ماشي تقديس الاشخاص، لا للمنتخب الوطني. هذا مكان لا للمنتخب الوطني، برك دمي دور تاع منتخب وطني. ما التالي كاع ايا ما تحشموناش، برك ما تحشموناش ونفرحوا بكم، ما تبقاوش تحشمونا برك. هذه ربع سنين وديروا حسابكم باللي رانا في ربع سنين قارو جاما بالماضي، دير حسابك راني من 2018 وانا نقار، من 2018 وانا غايظتني، من 2018 كاليفيكاسيون تاع 2018، كاس العالم تاع 2018 وهي غايظتني 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 غايظتني، الدمعه لاصقه في عينيا غايظتني. ديرها في راسك، ماشي غي انا، الشعب الجزائري كومبلي قارة، الشعب الجزائري كومبلي قارة، 45 مليون واللي في الخارج فاني كاع الناس يتقارع، كاع الناس يتقارع البارتي هذي. أعطونا وجه شباب، العبوا مدوا شتا عندكم، ونزيدكم حاجة وخدا أخرى برك، مدوا كاع شتا عندكم. تخسروا بسكور صغير نفرح، انا نفرح نقول والله لا لعبوا لعبوا، يقول لك نقول ندير له هاك لعبوا والله غالب، لعبوا والله غالب، كاينه تاع لعبوا والله غالب، هذه تاع لعبوا والله غالب كاينه. كاين خساره تفتخر بها، كاين خساره في بعض الاحيان، خساره تفتخر بها تقول خسرنا داروا لي عليهم، لعبوا تلتل. هذه صرات، هذه الهضره اللي نهضر فيها، لو كان مراد بوطاجين بالك عنده الفيديو تاعو، وين عقل في الليل بدنا خسرنا، قال لك خرجوا مرفوعين الراس، ضربه كاليفيكاسيو كوب دي موند ماتش دو باراج مع مصر في 90 في 89 بالك تعقلوا ولا 89، خسرنا 1-0 عندهم فوق جهدنا، الله غالب الله غالب، خساره الله غالب. صح ماشي لعب كيما لعبتو لنا كونت كوتيفوار كونت غينيا كونت سيراليو، لا هذيك لا هذيك لا، ولا خساره كيما تاع كوتيفوار، لا هذيك لا هذيك، حنا لعبو مدوش تاع عندكم وحنا غادي نشوفو، نتوما مدوش تاع عندكم وحنا غادي نشوفو. الحاجه اللي راني فرحان بها، كي الشعب كي الاعلام كي كاع الناس ينسي الاربيت، هذه اللي كنت نحوس عليها، لازم ننساو الاربيت. هذه قضيه تاع مؤامره مؤامره، صحيح الاربيت ندير صحيح سي بون، ما تهضر لا في الحاكم لا والو. جاما بالماضي التالية دار غلطة، ضغط على الاتحادية باش يراسلو الاتحاد الافريقي، الاتحاد الافريقي رد لهم بلي ممنوع. التالية جاما بالماضي دار الدرس، الاربيت ما هضروش على الاربيت، صاي سيمو. خاطش خسارة هضر على الاربيت أنا بخسارة، كي تهضر على ليزاربيت أنا بخسارة. ونوجه لجمال بالماضي مدرب المنتخب الوطني الجزائري رسالة تحفيزية جديدة للاعبين قبل موقعة الكاميرون المرتقبة يوم الجمعة. يلتقي المنتخب الوطني الجزائري مع الكاميرون في الجولة الفاصلة في تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، وإن يستقبل الكاميرون نظيره المنتخب الوطني الجزائري في اصطاد
بدوانا بجابوما يوم 25 مارس، في حين ستكون موقعة الإياب الحاسمة بعد 4 أيام في الجزائر في ملعب الشهيد مصطفى شاكر يوم 29 يوم الثلاثاء على الساعة 8:30. وين كتب وين وجه رسالة قوية، وين جماعة بالماضي وجه رسالة قوية للاعبين المنتخب الوطني الجزائري، علاه لازم يدلهم كيما هاك، لازم هذه الهضرة مليحة تطلع المورال تحطهم في الأمر الواقع، يعني ما كاش تساهل، ما كاش تساهل، جماعة الشعب راه مورانا، ها الكاميرون ها الشعب، اختاروا وين تروحوا، ها الكاميرون ها الشعب، بالتالي كاع كاين كاميرون كاين الشعب، الكاميرون أمامك والشعب وراءك. ما التالي عليك؟ انكتب يعني وين يعني الحساب الصحفي وين بدأ العد التنازلي، وين قال لهم بدأ العد التنازلي يا شباب، تصفيات نهائية كأس العالم 2022 نهائيات يعني حاسمة، الآن بدأ الوقت الاستعداد، وتبع لقد خاضنا ونخذنا طريق شاق للوصول الى هذه المرحله المهمه والهامه. يعني ما وصلتوش غير هكا، شوف كيفاش كونت بوركينا فاسو من المؤامرات، هاي هاي نيجر عاود دي نيجر مليار، دي جيبوتي من جيب جيبوتي من، يعني ماشي سهله، ما كانت سهله توصل لهذه المرحله، يعني جميع اللي وصل لهذه المرحله راه في المستوى هادو 10 كاع مستوى، ما كاش فريق على فريق، بالتالي كاع راك تشوف زوج نشطو نهائي تلاقى سينيغال مصر، راك تشوف زوج نشطو نهائي، يعني راحو 0-0 راحو لي بيناتي ما عندك ما دير، غالب لي بيناتي هادو لي بيناتي، على هذيك نقولوا بلي راك تشوف زوج فرق نشطو نهائي، غادي وحده تروح وحده ما تروحش، راك تشوف كي دايره، اسم تاع الكاميرون اسم تاع الجزائر بانيك، وحده تروح وحده ما تروحش، زوج اسماوات تثقال، زوج اسماوات تثقال، نيجيريا غانا بانيك زوج اسماوات تثقال، تونس المالي تونس صحاب مالي فريق، يعني راه منتخب عالمي غادي يدقدق تونس، غادي يربح تونس، ودي والله لا دقدقها، وان شاء الله بربي يدقدقهم في توي سكتو، في توي سكتو في توي يقعدوا يتبعوا فينا، يهضروا يشكرونا يقعدوا يشكروا فينا عاديه. عرفتو المغرب مع ديك الاخرى فانيك، يعني تشوف كيفاش، ونتابع لقد خضنا طريق شاق للوصول الى هذه المرحله الهامه والمهمه، عن استحقاق التام امامنا فرصه، نعلم بالتاكيد التحدي الذي نواجهه، حيث لا يوجد مجال للاعذار والتعويض في المستقبل، وختم يعني قائلا بشجاعة والعمل الجماعي الذاكي نستطيع الطيران، لا شيء مستحيل، علينا أن نفعلها بأسلوبنا المعروف بالشجاعة لنجعل كل الأشياء ممكنة، نحن نعتمد عليكم ونثق بكم، حظ موفق لكم أيها اللاعبين. عرفتوا كيفاش وين نقولوا باللي الرسالة قال لك على حساب هذا اللي ارسلها لهم، كل لاعب قدامنا يتلاقاو ارسل لهم كاع هذا الميساج هذا كاع ارسل لهم، هو راه هو عارف كيفاش، ومن بعد يدخلوا في كيما البارح مي وصلوا داروا عمليه استرخاء، يعني واليوم عندهم دي زونترينمون تاعهم، الاربعه عنده كيفاش يحط، خاطش على غادي كيروح لجابوما، غادي كيروح للملعب تاع جابوما، الخميس غادي يقلع الجابوما، ما غادي ان شاء الله كي يروح الجابوما ما غاديش يدير الخطه، غادي يدخل الستاد طاب 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 يجونغلو بالبولا طاب داب داب داب، هي وصاي هي الاربعه غادي يحط الشيما تاعه، الاربعه يحط الشيما تاعه، وتكون يعني اونترينمون مغلوقه وسريه تامه. انا نطلب حاجه برك علي نازل فما اقول له لازم العساس هاك عساس مكاش العساس، خاطش تكون كاينه الجوساسه العساس وما تامنوش فيه، العساس تولي جايبينو تولي من المديريه الفنيه تاعهم ولا شو كيفاش قاعد فماك يشوف كلش،
لازم السريه التامه، الملعب والو والو والو، ما كاش الامان في بلاد البراني، ما ديش الامان. هذه بلاد هما متسامين بيناتهم، كيما احنا هاكا نهار بوركينا فاسو، كيما كل المغرب ما فاتوناش نهار اللي جات، نهار اللي جات بوركينا فاسو 2014 جات هنا المغرب، هاكا وما فاتوناش، راح مكتوب في قريشي ومع مدور وكلش وخدموها ولعبوها، لعبوها دي بونبي وقعد يشوف وشاف شاف 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 وجاب كما وجاب نقاط الحليلو. شوف كيفاش لازم هاد الصوالح ما يتفاوتوش هما بيناتهم.